في تصنيف دولي بني على معايير غير واضحة. حلت الجزائر في المرتبة 104 في مؤشر السلام العالمي الصادر عن المعهد الدولي للسلام والاقتصاد. التقرير الذي عرف تقدم الجزائر بـ 12 مرتبة مقارنة بتصنيف السنة الماضية تم إعداده وفقا للعديد من العوامل والمؤشرات التي تتعلق بمستوى الإنفاق الأمني وعدد الاحتجاجات وغيرها. المؤشر اعتمد على 3 عوامل وضع لكل منها معاملا من 5 نقاط، أخذت الجزائر منها علامات دون المستوى، لم تتعدى 2.3 من 5 في أعلى علامة لها. أول عامل بنى التقرير نتائجه عليه هو التجنيد، إذ تحصلت الجزائر على 1.8 من مجموع 5 نقاط. هي متكونة خصيصا لتنفيذ مهام معينة، هي أولا وقبل كل شيء الشرطة الجوارية، ثانيا حفظ النظام. التقرير ركز كذلك على الأمن والمجتمع الذي تحصلت الجزائر فيه على 2.3 من مجموع 5 نقاط، بالإضافة إلى عامل الاضطرابات الداخلية والدولية بمعدل 2.1 من مجموع 5 نقاط. عدد الاحتجاجات يعني من ناحية العملية وكرا رجل قانون ورانا في الميدان هي يعني كثرت، العدد ارتفع، حتى ارتفاع سقف المطالب. المؤشر يقول أن الجزائر لا تزال مهددة بالإرهاب مستندا إلى ما تعيشه دول الجوار على غرار ليبيا ومالي. التقرير تحدث كذلك عن غلاف مالي يتجاوز 45 مليار دولار خصص لمعالجة مخلفات العنف بأشكاله على مدار السنوات الماضية. لتحليل والمناقشة معنا عبر الهاتف مباشرة الخبير الأمني والمحلل أحمد مزاب. صباحك سعيد وأهلا بك معنا. صباحك سعيد ويومك طيب ومبارك إن شاء الله. نعم، إذن كما تابعنا مؤشر السلام العالمي 2015 الذي نشر في لندن وضع الجزائر في المرتبة الثالثة بين دول المغرب العربي قبل موريتانيا وليبيا، وبعد المغرب التي احتلت المرتبة 86، تونس في الرتبة 76. ما هي قراءتك لرتبة الجزائر لاحتلال 104؟ طيب أنا أنطلق لك من شيء أولا، ربما من خلاصة مؤشر السلام العالمي الذي قال بأنه 2014 هو العام الأسوأ للسلام منذ بدء المؤشر في الصدور منذ سنة 2008، حيث أنه رصد هذا التقرير 81 دولة عبر العالم أصبحت أكثر سلاما سنة 2015 مما كان عليه الحال ربما في 2014. من بين هذه الدول مصر، وسوف أعود إلى هذه النقطة. وكذلك مقابل ذلك شهد تدهور للأسوأ في 78 دولة ضمنها دول إفريقية بسبب النزاعات المسلحة وأخرى في أمريكا اللاتينية. أعتقد بأن هذا المؤشر يقوم أولا على 23 مؤشر وثلاث مواضيع متعلقة بمستوى السلامة والأمن في المجتمع، مدى النزاعات المحلية والدولية، ومستوى العسكرة. أعتقد بأنه صحيح تقدمنا بـ 12 مركزا، ولكن أين نحن من 162 دولة؟ أعتقد بأن هذا التقرير لم يأتي منصفا بشكل عادل أو بشكل كافي لما تقوم به الجزائر من مجهودات. حينما نتحدث عن المواضيع الثلاثة التي يناقشها هذا التقرير، صحيح أن هنالك نزاعات إقليمية متخمة للحدود الجزائرية، ولكن لا يقاس على ذلك بل يقاس على المجهودات التي تبذلها الجزائر. وبالتالي أقول مثلا حينما نأخذ مصر بأنها سجلت ضمن 81 دولة ممن حققوا مؤشر السلام، أعتقد بأنه في مصر هنالك حسب المواضيع الثلاثة التي يناقشها هذا التقرير أن هنالك صراعات مع نزاعات محلية، ونشهدها من خلال العمليات المتجددة بالأرض التي أضحت وكأنها شبيهة بشكل يومي. نتحدث على النزاعات الدولية ولا ننسى بأن بحدودها الغربية الأزمة الليبية، وبحدودها الشرقية الحرب التي شنت في 2014 على غزة. لا ننسى كذلك على مستوى العسكرة أن مصر توجهت منذ وصول عبد الفتاح السيسي نحو التسليح ونحو زيادة المصاريف في إطار العسكرة. بالتالي أعتقد بأن مثل هذه التقارير يستدل بها ولا يؤخذ بها، لأنه إذا تكلمنا على الواقع أو في الميدان في يوم واحد أو في توقيت واحد يصدر تقريرا، تقرير يعتبر الجزائر شريكا رئيسيا في مجال محاربة الإرهاب،
الإرهاب، وآخر يقول بأن الجزائر لا زال يتهددها الإرهاب ولا زال هنالك نوع من الثغرات وغير ذلك من الأمور. بالتالي أعتقد أن هذه التقرير لا يجب أن تكون معيارا بقدر ما ربما نستطيع أن نستدل بها في إطار تصحيح الأوضاع. نعم. أو سيد أحمد بيزابلاك، التقرير أشار إلى أن الاضطرابات الأمنية التي تعرفها المنطقة خصوصا نشاط الجماعات الإرهابية على الحدود لم يؤثر بشكل كبير على الوضع الأمني في الجزائر حسب التقرير. أكيد، باعتبار أنه إذا كان هذا التقرير قاس في مستوى العسكرة بأن الجزائر كذلك تتجه في إطار رفع المصاريف في إطار التسلح وغير ذلك، بالتالي أن هنالك عمل أمني مجسد في الجزائر، أن هنالك استراتيجية أمنية حالت دون ذلك، لأن التقرير لا ننسى بأنه كذلك سجل العمليات حجز الأسلحة وتوقيف المهربين وتوقيف المجرمين، بالتالي هذا جاء في إطار أن هنالك عمل أمني في هذا السياق. طيب، المغرب فقد 24 رتبة ضمن التقرير السنوي الذي ينجزه معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي حول مؤشر السلام العالمي. نعلم أن المغرب احتل الرتبة 86 من بين 162 دولة، بينما كان يحتل الرتبة 62 عالميا العام الماضي. نعم، اعتقد بانه وكانه يعني صحيح تراجع بجمله من المراتب، لكن ليس بالشكل الكافي، لانه اذا تحدثنا على انتهاكات حقوق الانسان نتحدث عن المغرب باعتبار انه لا زال مستعمرا لدوله الصحراء الغربيه، نتحدث على جمله المقاييس. اعتقد بانه هذا التقرير جاء كذلك وكانه بصفه المجامله وليس بصفه الانصاف او بصفه احقاق الحق لكل واحد. يعني نعتبر أنه هذا التقرير ليس منصفا بالنسبة للجزائر. لا، أعتقد بأنه باعتبار يعني إذا كنا قلنا المواضيع والمؤشرات التي يقوم عليها هذا التقرير، أعتقد أن الجزائر تقدم ميدانيا من الإنجازات ومن الأعمال ما يجعلها أنها تتقدم في المراتب أكثر وأكثر، لكن قلت هذا التقرير يستدل به ولا يؤخذ به باعتبار أنه حتى في المؤشرات التي يقوم عليها فيها جملة من المتناقضات المجسدة على أرض الواقع. نعم، لو نتحدث عن الدول التي تصدرت مؤشر السلام في البلاد العربية، دولة قطر تصدرت مؤشر السلام في البلاد العربية، الكويت الثانية عربيا، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث إقليميا. نعم، أعتقد بأنه قلت وأعود دائما المؤشرات التي يقوم عليها هذا التقرير، لا ننسى بأن هذه الدول هي بعيدة على مناطق النزاعات، بعيدة عن مناطق الصراع، رغم أن هنالك الأزمة اليمنية، رغم أن هنالك تدهور الأوضاع في العراق وفي سوريا، لكن تعتبر هذه الدول بعيدة نوعا ما على في إطار النزاعات المحلية والدولية وفي إطار كذلك مستوى العسكرة، وهنالك استقرار اجتماعي، هنالك نوع من الاستقرار السياسي في هذه الدول، بالتالي حظت هذه الدول بمراكز متقدمة وأخذت موقعها. لكن بالجهة المقابلة لو نقارن فقط مع الدول الأوروبية، نتمنيت أن أقارن مع الدول الأوروبية باعتبار أن الدول الأوروبية 20 دولة جاءت ضمن 30 دولة أكثر سلاما في الوقت الذي. نعم، يبدو أنه الاتصال انقطع مع الخبير في الشؤون الأمنية أحمد مزاب. هل أنت معنا سيد أحمد مزاب؟ يبدو أنه الاتصال انقطع على كل